ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. تفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد بأقل تكلفة ممكنة. دي الشطارة في المطبخ، مش الشطارة ان انا اخد بعضي واروح على اي سوبر ماركت كبير صغير ما تفرقش واحمل العربية حاجات قد كده وفي الاخر اروح على البيت مش عارف اعمل ايه لاولادي. لا، انا خليتك النهاردة تجيبي صدور فراخ حسب عدد افراد الاسرة. احنا معانا صدرين فراخ ومعانا توست منقوح في حليب. ممكن بدل التوست ده العيش الصامولي اللي هو بتاع سندوتشات الكبده، عارفاه؟ هو ده، يا ده يا ده، بس انا معايا توست ممكن بديل له العيش الصامولي عشان برضه ما توقفيش قدام التوست مش موجود يا حبيب قلبي. حلو الكلام. ومعانا مستردة ومعانا بصل ومعانا توم ومعانا زعتر ومعانا شويه بقسماط حلوين ومعانا رقائق الذره الهشه. هي دي المكونات بتاعه الناجتس اللي بتروح تشتريها من اي سوبر ماركت من اللي موجود. بتشتري 8 قطع بمبلغ وقدره، العشر قطع بمبلغ وقدره، وتاريخ الصلاحيه مش عارفينه منتهي ولا لا. فانا بنصحك تعملي الحاجه دي في البيت. تعالوا شوفوا نعملها مع بعض ازاي. معايا صدور فراخ اهي زي الفل، حلو قوي ده. على فكره احنا لما نعملها دلوقتي هتكفي عدد كبير من الاطفال، من الاولاد، من كبار السن. ميزه نوع الفراخ ده ان هو الصغير والكبير ممكن ايه ياكله. هناخد صدر الفرخه ده كده نقطعه بشكل عشوائي، مكعبات، مربعات، زي ما انت عايز. نعم يا حبيب قلبي، والله مخرج شاطر قال لي ممكن نستخدم بدل صدور الفراخ ديت صدور مستويه. لا ما تمشيش خالص، سؤال وجيه حلو يعني. قال لي ممكن نستخدم بعد يعني في كنترول، بيقولوا لي ممكن نستخدم بدل صدور الفراخ ديت صدور فراخ مستويه. مرفوضه، لازم تكون في صدور فراخ مش مستويه، نيه يعني. صدور الفراخ المستويه نستخدمها في اطباق السلطه، نعمل بيها شاورما، نعمل بيها حاجات تانية، انما في الطبق ده بالذات لازم تكون الفراخ ايه نيه. حلو، هناخد كده الصدور اهيت في قلب الخلاط، بننزل عليها بالتوست اللي حطيناه في حليب وشرب الحليب. حلو قوي، تمام. وننزل بشويه الحليب اللي باقيين دول برضه، مش هنقول لا. حلو الكلام. بننزل عليه بقى مش حاجتين، مستردة، بصل، زعتر، بيكنج باودر شويه. بيكنج باودر يا شيف، اصبري للاخر يا ست الكل. اللهم صل على النبي. الملح والفلفل دول اساسي، ده ملح، فلفل اسود. انا مش بحب الفلفل الابيض في بعض الاكلات. ننزل بالبصلايه الناعمه دي، ننزل بالزعتر اللطيف ده، مستردة لازم بفيها طعم المستردة ظاهر، البيكنج باودر بتاعنا هنا شويه. ليه البيكنج باودر بقى يا شيف؟ هو انت بتعمل كيكه؟ لا. هل بتعمل بان كيك؟ لا. ليه حطيت بيكنج باودر؟ انا هجاوب على السؤال ده للامانه بعد ما نخلط كل المقادير دي مع بعض عشان نعرف ليه حطينا البيكنج باودر. بنحط شويه بقسماط هنا، ونخلط كل المقادير دي مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. خلص الكلام، نبص عليها كده، ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ انا شخصيا بحب الاكله دي قوي على فكره. تبقى كريسب كده لطيفه وجميله. الواحد ياكل منها 10 20 30. ما بقدرش احوش نفسي عنها، بس لازم يكون جنبينا شويه كاتشب او مايونيز زي ما احنا حابين يعني. ادي الخلطه كلها اهي. هنفردها زي ما بنفرد اي عجينه. عجينه البيتزا، عجينه الفوكاشيا، عجينة الفطير،
اي عجينه بتعجنيها انا فريتها زيها بس بطريقه معينه كده. جيب ورقه زبده عشان ما تلزقش ونقطعها باشكال هندسيه. في القطاعات بتاعه البتيفور، قطعات على شكل قلب، قطعة على شكل نجمة. الأولاد بيحبوا الحاجات دي على فكرة، وموجودة في السوبر ماركت، ماركات مختلفة يعني بتعمل الحاجات ديت في علبة كده مغلفة شكلها شيك قوي. تفتحها بقى تلاقيها كانت فكة وتلاقيها دايبة تاريخ صلاحيتها. طب وليه؟ الشيف المغازي عملها لنا النهاردة اهيت لأولادنا. ولو احنا شفنا التكلفة المالية للحاجات اللي أنا عملتها دي، ثلاثة تعريفة، طب هيطلع منا عنا كام واحدة؟ يعني ممكن نعمل 50 قطعة من الحتة دي كلها. تعالى انت بقى اشتري 50 قطعة، شوف هتشتريهم بكام. للأمانة الكلام ده أنا بقوله كلام من الواقع يعني. حلوة، كنت حريص في إن أنا أخد كل حاجة موجودة. تمام زي الفل. كل المقادير معايا اهي، بخليها كده مش هقلبها ولا حاجة، هي مش محتاجة أي حاجة. معايا ورق زبدة، بسم الله الرحمن الرحيم، أخلي الورقة كده زي ما هي. وعندنا الزيت، ليه بتحطي زيت يا شيف؟ مخرجنا بيسأل. تدفع كام وأجاوبك؟ هاي علشان لما انا اقطعها دلوقتي بالشكل اللي انا عايزه ما تلزقش في ورقه الزبده وتعكسني بقى واتضايق منها. ده زيت كده واخد الكميه اللي عندي دي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ما في تكنيك لازم تشتغل بيه في المطبخ عشان تحس انك انت مسيطره. يعني ايه مسيطره؟ يعني ما فيش مشكله بتواجهك. حلوه، ايديا في الميه كده، باخد العجينه دي كده، تاني ايديا في الميه كده، باخد العجينه دي كده، تاني ايديا في الميه كده، باخد العجينه كده. حلو، واعمل رولز كده بايديا. بإيديا كده وأنا شغال تاني شيل دي من هنا عشان بتعكسنا. اللهم صل على النبي. وإيديا برضو في المية كده اهو. لو أنت ما حطيتيش إيدك في المية مستحيل تعرفي تشتغل زي ما أنا شغال كده. وأعمل شكل كده لطيف، يديني شكل متوازي، توازي الأضلاع بقى المستطيل، عشان انا هقطعها كلها مربعات. سمكتها قد ايه يا عم الشيف؟ 5 مللي مش سنتي، 5 مللي يعني نص السنتي. وحاولي تكون كلها ايه مقاس واحد، ما تكونش حته عاليه وحته ايه رفيعه. هاخدها بس اقطعها بالسكينه كده اشكال حلوه. فانا بالامانه يعني هقطعها مربعات، ده اسلم حل. تمام زي ما هي كده، مش عايز الميه خلاص، اشيلها كده على جنب. حلو الكلام. واجيب السكينه الجميله اللي عندنا، بسم الله الرحمن الرحيم، ونقطع كده. شيل دي من هنا كمان، دي النجتس. للأمانة عشان نبقوا صادقين مع بعض يعني، زي ما هي كده الصح إن هي تروح الديب فريزر تتجمد شوية، تتجمد شوية يعني ساعة زمن، نص ساعة زمن تتحط في الديب فريزر زي ما هي كده تتجمد شوية، تقومي لما تقطعيها تسلك معاكي على طول. بس إحنا بنعمل المستحيل وإحنا مع بعض على الهوا، لأن الوقت بيحكمنا وكمان الصورة بتحكمنا. حلو الكلام. أنا بتكلم على حاجات لازم تحصل معانا، أنا شغال أهو. دي خلاص مش عايزها كده، اشتغلها بعدين. كده
كده كده كده كده اهو لطيفة. هل نفس القصة نفس القصة ده هيعملوا لي أكتر من 50. حلوة أوي، تسلم إيدك يا شيف. دي خليها زي ما هي كده، عشان حد بيقول لي دلوقتي دي هنرميها يعني؟ لا خالص يا غالي يا طيب، مفيش حاجة مع الشيف المغازي بتترمي. دول اتنين معايا أمك زي الفل، تمام زي الفل تمام. معانا بقسماط. في طريقتين بقى طالما انت بتعملها في البيت، اوفر عليك المشوار. في طريقتين، يا اما تستخدميها في البقسماط ده يا اما في البقسماط ده. انت عايزاها من انهي لون؟ شفت الشطاره لما بتعملي حاجه في البيت بيبقى ليك حريه الاختيار والابداع. ابداعي بقى، عايزه تاخدي الناجتس بطعم البقسماط، اهلا وسهلا. بقسماط اللي هو رقائق، سوري، بقسماط اللي هو التوست او بواقي الخبز الفينو، بتحمصيها وتطحنيها. اما رقائق الذره الهش ده الكورن فليكس اللي موجود في اي سوبر ماركت، عشان نعرف الفرق بين الاثنين. بتلاقيها ببعض المنتجات باللون ده وبعض المنتجات باللون ده. ايه اللي يفرق ده من ده يا عم الشيف؟ اللي يفرق ان الطعم والقرمشه نفسها. احنا هنعمل شويه من ده وشويه من ده، وعندنا الزيت سخن وجاهز وزي الفل. حلو الكلام. علمتك تعملي الناجتس ازاي بطريقه مختلفه النهارده وبفليفر مختلف اهو. ده ياخد طعم البابريكا، وده برضو طعم البابريكا، شويه كركم حلوين، شويه كمون، وعندك طعمين حلوين زي الفل. الاولاد طبعا بالتاكيد هيبوسوا ايدك. ماما تسلم ايدك يا ماميتو ماميتو زي الفل. نقلب دول كده مع بعض. بس سيبني بقى مخرجنا ايه السله، احنا ما ورناش حاجه اهو. اعمل شويه من ده وشويه من ده اه. حلو قوي، خطوه خطوه معاكي علشان تعملي الناجتس بطريقه سهله وبسيطه. نبدا نرفع مع بعض كده، اللهم صل على النبي اهو. حاضر، سيبوني انا اشتغل في الناجتس كده وتطلعوا فاصل زي ما انتوا حابين اهو. كده اهو تاني اهو تالت اهو. نقلبها ازاي؟ اهي 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 خلاص حلو زي الفل. تاني مع بعض نعمل شويه كده اهو. اه ايه رايك؟ بص بص اه، سيبوني انا بقى اشتغل في القصه دي، لان القصه دي على فكره هي ممله شويه، بس انا بحبها علشان سهله المضغ سهله الهضم. الكبار بيحبوها والصغار بيحبوها. خلونا نطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل. اللي هي الشيف المغازي عمل 30 40 قطعه بجد، ووفر لنا حاجات لطيفه ممكن نشتريها بفلوس كتيره. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. ابتكار، قدرتي بأقل تكلفة ما شاء الله. ايه الكمية الكبيرة دي؟ مصنع من الناجتس اتعمل. أنا عدته بصراحة طلعوا 75 قطعة، بسم الله ما شاء الله ربنا مبارك. تعالي اسميهم على 8، العبوة عاملة تقريبا في الماركت عاملة 60 جنيه، يعني الواحدة ب 10 جنيه. احسبي ال 75 قطعة عاملين كام؟ احسب يا شفيق بقى، ده عايزة وقت دي. 75 قطعة، شوف بقى عاملين كام؟ بجد 750 جنيه. ما القطعه ب 10 ب 750، سعر الجمله تبقى عامله 700 جنيه. صدر فرخه ده مكسب قد كده، نفتح مصنع ناجتس بكره، ايه رايك يا شفيق؟ بجد والله العظيم. بقسماط ومفيش بيض، خلي بالك مش داخلها بيض خالص، عشان ما نقولش بقى ايه التكلفه عليه خالص. المقادير تاني استاذ رحاب بعد اذنك، المقادير على الشاشه مع الصوره الحلوه دي كده. صدر فرخه بقسماط، ايه الحلاوه دي؟ بقى الصوره بعد حاجة لطيفة وجميلة، بس أهم حاجة عندك يا أختي يكون عندنا زيت شديد الحرارة.
زيت شديد الحراره. يعني ايه يا مغازي؟ يعني الحاجه دي عايزه ما ينفعش زيت بارد، لو حطيتها في زيت بارد هتفك منك ويبقى شكلنا وحش، وكل اللي عملناه ده وكل التعب ده طلع في الاخر بدون نتيجه. ده مطلوب. هناخد بعضينا كده ونروح على الايه، على الزيت. في الاخر عايزين حاجه مقرمشه يا ابو غازي، سيبك من الكلام ده كله. اهو يا فندم، عينيا ادي هنا، خلينا كده زي الفل. والزيت اخباره ايه؟ اللهم صل على النبي. تمام، نفس القصه. فين الحلاوه؟ اهو الاول نرفع دي كده. طريقه التحمير بقى لازم تتم بالشكل ده كده. يعني انت لو بتحمري في البيت بتبقى انت عندك طاسه بتحطيها وبتبقى الزيت سخن، تحط واحده ورا الثانيه، على ايدك ما تروح تاخد الثانيه بتكون الاولى اتحرقت. طريقه تحمير الناجتس بالشكل ده لو انت عاملاها طازه لازم الطريقه اللي انا شغال بيها، تخلي بالك ما ينفعش ان انا احط طاسه على النار واحمر واحده وانزل بالثانيه، هيبقى كلهم بالشكل واحد. نعمل ايه زي ما انا هشتغل دلوقتي كده؟ اه زي ما نيجي نحمر مثلا بلح الشام. اه شفت، احطهم كده وارصهم فين؟ في قلب الشبكه. اهو تحمري جمبري، اهو شفت، وفوق بعض عادي ولا تشغلي بالك. اه وفي الحقيقه يعني المفروض دول يروحوا يروحوا الثلاجه شويه، عمليه التجميد شويه نص ساعه. انا معايا، لا مفيش مشكله، انا عارف انا هتعامل ازاي مع الزيت وعارف اتعامل بشتغل ازاي. بس انت لو هتعمليها لازم تحطيها في الديب فريزر شويه، نص ساعه يا عم الشيف تقريبا. اه بسم الله الرحمن الرحيم. انت هترص البتاع كلها يا شيف؟ اه اهم حاجه عندك الزيت شديد الحراره ويكون الزيت سخن وما يحرجنيش. طريقه التحمير بالطريقه دي مهمه جدا. ايه يا شيف كل ده يا شيف؟ ده انت بتحملهم ايه؟ ده مركب دي ولا ايه؟ والله انا عديتهم دلوقتي طلعوا اكتر من 75 قطعه. انت كنت بتعد ورايا غلط يا شفيع على فكره. ده انا داخل في ال 80 ولسه فاضل خمسه، بقوا 90 واحده، يعني 900,000 جنيه. نعم غالي، اكل لهم مره واحده. خبره اهو، فرايد تشيكن اهو اهو. حلو، على فين يا عم الشيف؟ اهو على فين؟ يلا جيب لي بقى الصوره الحلوه دي كده، جيب الشقاوه دي كده. اهو اللهم صل على النبي. اهو عينيا اهو. طريقه التحمير لازم تتم بالشكل، ارفعها كده وتنزل كده بالراحه. اهو 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 اهو. سيبيها شويه، سيبيها هزه والتانيه هتلاقيهم كلهم مالوا البتاعه دلوقتي. اهو يا دلعك يا دلعك. اه الله الله. الهزه دي ضروري، الهزه دي مطلوبه. آه. في زيت شديد الحراره ما تقلبهاش بمعلقه ولا بشوكه خالص زي ما انا قلبت دلوقتي كده، ده مطلوب، خلي بالك ما تفوتكش ابدا يا ولازم الزيت يكون شديد الحراره. الهزه دي والحركه دي هي اللي بتخليها تفك من بعضيها، صدمه الزيت وهو درجه حرارته عاليه هو اللي بيخليها تفك من بعضيها. اوريها لك بقى في الزيت عامله ازاي. شفت الحلاوه؟ بص بص شوف الحلاوه دي. اه شوف الحلاوه دي. اه اه شوف الحلاوه دي. اه التفاصيل دي مطلوبه، تفاصيل صغيره ولكن المعنى كبير والطعم جديد. شايفه ليه حطيت البيكنج باودر؟ جاوبت على السؤال عملي دلوقتي ولا ما جاوبتش؟ حد يقول لي جاوبت ولا ما جاوبتش؟ حد يقول لي جاوبت ولا ما جاوبتش؟ بالله عليك يا اخي، ولا ما شفت؟ شفت شفت. بص بص ال 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 الحله دي، الحله دي فيها 90 قطعه، في 10 ب 900 ب 900 يعني. خايف انت هتشتريهم ب 900 جنيه وبنزين كمان 20 جنيه 30 جنيه، يعني دخلنا في 1100 عشان نشتري ناجتس بالكميه دي. ايوه خلي بالك. اه شفت؟ اه وتلاقيها طريه بقى وفيها طعم المستردة وطعم الزعتر والحب والشغف والدلع كل ده زي الفل. شكرا، بس خلاص سيبها لما تبرد. حلو، تعالوا نغرفها مع بعض. والله الغرفه اوريها لك يا غالي. عينيا
اللهم صل على النبي. يلا لا ايد على ايدك. مشروع استثماري من الدرجة الأولى. تصدق ان ده صدر فرخة يا طيب؟ بالله عليك تصدق ان ده صدر فرخة؟ عايزاه بطعم الحبان بقى حط حبان، عايزاه بطعم السمسم حط سمسم، عايزاه بطعم حبة البركة زي ما انت حب. أهم حاجة عندي التكنيك اللي أنا شغال بيه ده كده. هنعمل إيه يا عم الشيف؟ هنقدم الطبق ده كده بس الأمانة ده عايز شوية تومية، يعني مايونيز بالثوم، عايز مستردة، عايز كاتشب، اللي انت حباه، بس لازم في صوصات بتتقدم مع الحاجات دي، خلي بالك. اللهم صل على النبي. مكانه فين ده هنا حبيبي؟ ألف هنا وشفا للي ياكل. اللهم صل على النبي. طبق الصورة الحلوة بتتحدث عن نفسها.